صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه تعميم بشأن عطلة ذكرى عاشوراء لعام 1441 للهجرة. جاء فيه: بمناسبة ذكرى عاشوراء لعام 1441 للهجرة، تعطل وزارات المملكة وإداراتها وهيئاتها ومؤسساتها العامة يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين للتاسع والعاشر من شهر سبتمبر 2019.